مساء نور من القناة الوطنية الأولى مرحبا بكم في نشرة جوية اليوم السبت 3 في 2024 التاريخ هذا اللي حسب التقويم الفلاحي مع خروج فترة الليالي البيض واستقبال فترة الليالي السود أبرز ما يميز 24 ساعة الفارتة كمية الأمطار المسجلة وإن كانت أعلى الكميات في ولاية جندوبة في حدود 3 الى 26 ملم في عندران بنزرت كانت من بين ملم الى 16 ملم نابل في حدود ملم و7 ملم بجا كذلك في حدود ملم و7 ملم سلينا والكيف في حدود ملم و6 ملم بين ملم و5 ملم في كل من اريانا المنستير والمهديه تونس وزغوين 3 ملم والقصرين ملم كذلك عشنا هبوب الرياح كانت قوية بحساب الكيلومتر في الساعة لقصرين سبعة وتسعين نابرة اثنين وسبعين خمسة وستين كيلومتر في الساعة في كل من المنستير المفيدة المهدية وتالا صفاقس في حدود الواحد وستين كيلومتر في الساعة درجات الحرارة المسجلة ظهر اليوم كانت منخفضة بالمرتفعات الغربية في حدود التسعة وثلاثة درجة في بقية المناطق كانت ما بين 14 إلى 18 درجة خصوصية الطقس نشوفوها من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي سحب قليلة كانت بأغلب المناطق أكثر كثافة بالشمال بالنسبة لليلة سحب عابرة بالشمال طقس مغيم جزئين ببقية المناطق الريح من القطاع الغربي ودرجات الحرارة تعتبر منخفضة ليلا بالمرتفعات الغربية في حدود 3 إلى 7 درجات في بقية المناطق ما بين 8 إلى 12 درجة توقعاتنا لطقس غدوه الطقس مغيم جزئيا باغلب الجهات الريح من القطاع الغربي البحر متموج بالشمال مضطرب ببقيه السواحل في شديد الاضطراب بخليج جيبس قراءة توقعاتنا لدرجة الحرارة للمدن التونسية قد نسجل 18 درجة في كل من تونس الكبرى قليبيا وبنزرت طقس مغيم جزئيا 17 درجة في كل من نابل وبيجا 19 في تبرقة زغوين وسليانة سحب عابرة 21 في شندوبل كيف في حدود 16 درجة طقس قليل السحب في تيلا 17 درجة القيروان درجة حرارة تعتبر مرتفعة في حدود 21 في جهة الساحل 19 في كل من سوسة والمهدية المنسير 18 درجة طقس مغيم جزئيا سحب عابرة في جزر قرقنة وصفاقس 18 بوزيت 19 القاسرين كذلك 19 درجه بالنسبه لمدن الجنوب الغربي قد نسجلوا في قفصه 15 درجه 18 في كل من توزر وقبلي طقس مغيم جزئيا بالنسبه لمدن الجنوب الشرقي درجات الحراره تحافظ على نفس المستويات قد نسجلوا 18 درجه في كل من جبل جزيره جربه مدنين والتطوين في حدود 16 و17 درجه بالنسبه للملاحه وصيد البحر النشرات التحذيرية سرية المفعول بالنسبه للاخوة البحاره وصالحه لمده 18 ساعه انطلاقا من الساعه الواحده ليلا المناطق المعنيه بهذه النشرات التحذيريه حاليا شرق تونس وخليج جابس الرياح في كامل الشريط الساحلي تكون جنوبيه غربيه في منطقه سيرات وخليج تونس البحر يكون مضطرب وسرعه الرياح ما بين 15 الى 25 عقده في خليج الحمامات ومنطقه شابة البحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب سرعه الرياح ما بين 15 الى 20 محليا من 20 الى 30 عقده في خليج جابس شديد الاضطراب مع امواج متقطعه وسرعه الرياح ما بين 25 الى 35 تتجاوز 40 عقده قرف توقعاتنا لدرجة الحرارة لبعض المدن والعواصم العربية والأوروبية نواقشة 33 تقس مغيم جزئين دربيدة 26 سحب عابرة طقس قليل الصحب في الجزائر 22 طرابلس في حدود 18 درجه الخرطوم اجواء مستقره 29 القاهره 19 درجه طقس مغيم جزئيا وبالنسبه للبقاع المقدسه درجه الحراره في المدينه المنوره في حدود 26 مكه المكرمه 30 درجه 27 في كل من دوحه ومسقط ابو ظبي 26 طقس مغيم جزئيا الكويت وبغداد 21 درجه وبالنسبه لشرق الاوسط تتواصل التقلبات الجويه القدس الشريف قد نسجل 14 درجه الوضع الجوي ملائم نزول امطار بيروت 17 درجة 14 في دمشق طقس مغيم جزئين درجة حرارة منخفضة في اسطنبول 7 درجات بالنسبة لأوروبا روما في حدود 14 مرسيليا 9 درجات 3 درجات في كل من برلين وفيينا 5 في لندن 4 في أمستردام وبروكسيل 5 في جنيف باريس درجة وبالنسبة لمدريد الوضع الجوي ملائم نزول أمطار 9 درجات وأمطار كذلك منتظرة في لشبونة 17 درجة بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة البحر يكون شديد الاضطراب على كامل الشريط الساحلي والريح يتواصل من القطاع الغربي طقس مغيم جزئين على كامل البلاد والحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف بالنسبة ليوم الثلاثاء البحر يكون متموج كذلك على كامل الشريط الساحلي والريح يتواصل من القطاع الغربي بعض السحب على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بالشمال حرارة تتواصل في ارتفاع طفيف أوقات الشروق والغروب شروق إن شاء الله يكون في تمام الساعة السابعة صباحا واحد وثلاثين دقيقة والغروب الخامسة مساء وستة وعشرين دقيقة لمزيد المعلومات طرق التواصل والاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي على صفحة الويب www.meteo.tn تتفاعلوا وتتواصلوا معهم على صفحة الفيسبوك والموزع الصوتي اوقات صليت لمدينة تونس وما جوارها ستة الصبح ان شاء الله تكون في تمام الساعه السادسه صباحا ستة الظهر منتصف النهار و35 دقيقه ستة العصر في تمام الساعه الثالثه مساء و6 دقائق ستة المغرب الخامسه مساء و28 دقيقه ستة العشاء في تمام الساعه السادسه مساء و57 دقيقه نهايه النشره الى اللقاء الناس الكل